مساء الخير. طقس متقلب عم بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، بيستمر للايام القادمه مع جو بارد نسبيا وتساقط لبعض الامطار المتفرقه من وقت للتاني والثلوج الخفيفه على المرتفعات. وكيف رح تتسجل درجات الحراره بمختلف المناطق اللبنانيه لبكره؟ منشوف سوا. نبدأ من شمال، عكار عم بتسجل 10 درجات، طرابلس 15، العاصمة بيروت 16 درجات، الصور 17، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 9 درجات، لقلوق درجتين فوق الصفر، زحلة 9 وجزين 11 درجة. نسبة الرطوبة ساحلا بتوصل ل 80%، الريح السطحية جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 20 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا بالتفصيل كيف يكفي طقسنا للأيام القادمة؟ للأحد جونا أيضا بتابع متقلب غائم بالإجمال، نشهد من وقت للتاني تساقط للأمطار المتفرقة والثلوج الخفيفة اعتبارا من 1600 متر، أما درجات الحرارة فبتتابع ارتفاعها ل 16 درجة. للتنين جونا بيتحول إلى مستقر غائم جزئيا والحرارة بتسجل ساحلا 17 درجة، للثلاثة جونا بيعود متقلب مع أمطار متفرقة والحرارة بتسجل أدناها بالليل 13 درجة وأقصاها نهارا 17 درجة، أما للأربعة جونا صافي إلى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ل 18 درجة ساحلا. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لاقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان، تصبحوا على خير.